راجل مرشح الثورة كنا بنحلم إن إحنا نوصل لكل محافظات مصر، والنهاردة بنحس إن الحلم ده بيتحقق لأن كل محافظات مصر معانا وبتحلم زينا. كل يوم في مصر في مؤتمرات، لكن أنا في تقديري وفي ظني إن مؤتمركم النهاردة مختلف عن أي مؤتمر موجود في مصر بشكل يومي، ببساطة لأن مؤتمركم تعبير عن حلم الشباب اللي خرج يوم 25، وتعبير عن حلم أجيال كتير جدا من المصريين وأجيال كتير جدا من زعماء نطلوا عشان البلد دي توصل لأنها تكون وطن مدني بيصون حرية أبنائه وبيصون العدالة الاجتماعية. عشان كده وأنا بعلن النهاردة تأسيس الحملة اخترت إني أعلنها باسم أحلام، باسم الحلم، باسم حلم خالد سعيد، وباسم حلم محمد الجندي. اخترت إني أعلنها باسم حلم خالد سعيد ومحمد الجندي وجيكا وكريستي والحسين أبو ضيف وعلاء عبد الهادي ومينا دانيال وعماد عفتك وكل اللي استشهدوا في مصر عشان توصل الثورة للسلطة بمرشح مدني. إن شاء الله هننجزه مع بعض. تأسيس الحملة النهاردة بس أحلام الشهداء، لازم كمان نفتكر أحلام زعماء عظام جدا قدموا للبلد دي عشان تكون بلد مدني مستقل بيصون حق أبنائه، بداية من أحمد عرابي ومصطفى كامل وسعد زغلول، ونهاية بحلم الزعيم العظيم جمال عبد الناصر. كل الأحلام دي إحنا بنجسدها مع بعض النهاردة، وباسم كل الأحلام وباسم كل هؤلاء وباسم كل الشهداء وكل اللي نظروا في مصر بأعلن تأسيس حملة مرشح الثورة على مستوى جمهورية مصر العربية. يشرفني أن أعلن رفض الحملة القانوني التظاهر اللي صدر امبارح، وإحنا بنعتبره ردة عن مبادئ ثورة 25 يناير اللي نادت ضمن منادف بالحرية. اثنين، باسم حملة مرشح الثورة يشرفني أن أرفض نص المحاكمات العسكرية للمدنيين. مرشح الثورة يشرفني ان اقول ان احنا بنرفض كل الدعاوى اللي بتنادي برفع الدعم عن المصريين في بلد غير ميادي من الثورة. ارجع للحملة، حملتنا بدأت من شهرين، تفاعل المصريين معانا اكد لنا ان احنا ان شاء الله هنوصل بالثورة للسلطة. احنا بقينا دلوقتي موجودين على مستوى مصر، لما اخترنا اسم المناضل الكبير العظيم خلدون صباحي مش من فراغ، اخترنا الاسم بعيد عن الحب والكره والمشاعر، اخترنا الاسم لاسباب موضوعيه. مناضل عنده تاريخ كبير وعنده برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يكفي انه الوحيد اللي بينحاز للفقرة في مصر، ونتيجته في انتخابات الرئاسة الاخيرة تأكد ان انحيازنا لخلدون صباحي صح، وانه ان شاء الله هينجح انه يوصل بالثورة للسلطة. شاركنا طول الفترة الاخيرة تقريبا في كل الفعاليات اللي اتعملت، من اول ما اعلن قانون التظاهر احنا نزلنا وشاركنا ضده، وشاركنا في احداث محمد محمود،
وهنشارك مع كل القوى الوطنيه والثوريه على الخط اللي خرجنا عليه كلنا يوم 25 يناير. الاستاذ اللي بيسال استاذ حمدين ما جاش ليه؟ هو اعتذر عن الحضور لكن بعت لنا كلمه ان شاء الله هتتقال حالا على حضراتكم وهيبقى فيها مفاجاه جيده باذن الله. احنا جايين هنا وعارفين ان هو جاي، احنا ما عندناش معاه معلش النهارده، هو معايا عتابه هيوصل له، لكن هو ربما عنده اسباب، لكن الراجل بعت لنا كلمته اللي كان هيقولها هو حاضر، واللي يهمنا في النهايه ان المؤتمر ده يوصل برسالته اللي احنا كلنا متفقين عليها.